الخبر الاول اللي عدنا عن مريانة غريب وفضيحتها الياسو ان هي جات مسافرة وياها البودروم. فقبل فترة يا حبايب ياسو نزلت هذه الصورة اللي جات من داخل منطقه اسمها بودروم تركيا، ونزلت هذه الصورة ركزوا بيها بكل تفاصيلها يا حبايب. فمريانة امبارحة يا حبايب نزل شوية صور على حسبها بالانستغرام، هاي صور قديمة قالت، واحد من الصور جات هذه الصورة اللي تشبه صورة ياسمين بالضبط بكل تفاصيلها، حتى الاشياء اللي على الطاولة نفسها بالضبط، مجرد تغيير زاوية التصوير واحدة من فوق وواحدة من جوا. فهذا يثبت 100% ان هم كانوا ويا بعض بهذه السفرة. هذا يعني انه ياسو صار لها تأخرهم اكثر من شهر ان هي تخطط انه ترجع لوسام تيكت. فاكتبوا نحبا بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر، وشو توقع سبب انهم خفوا علينا الموضوع انهم كانوا ملتقين ويا بعض. ننتقل حاليا الامير الحسين وصل قناته باليوتيوب ل 900,000 مشترك، فان شاء الله الف مبروك عقبال مليون يا رب. طبعا ما بقى شيء، وطبعا حسابها بالانستغرام هم وصلت 800,000 متابع، فان شاء الله الف مبروك عقبال مليون يا رب، هم ما بقى شيء. وطبعا لا تنسون يا حبايب تباركوا لها بالكومنتات على هذه الانجازات الخرافيه. انتقل حاليا انس واصاله وليش صاروا يتعاركوا ويا بعض. فنزلوا شويه ستوريات كان انس يساعد ابنه على مود انه ما يخليه يبكي، واصاله كانت قاعده تغني، هذا الشيء اللي خلى انس شوي هو يضوج. على كل راحتكم الستوريات هي طبعا ضحك وبس، شوفوها. مهم جدا بغاويلي ومواويلي، مهم جدا في تفاصيل ومواويلي، وغيرك يا حبيبي مو مهم عادي تفز بروح. ننتقل حاليا لنارين بيوتي وتنزل هالمقطع على التيك توك. هذا المقطع يا حبايب كان يلخص العملية اللي هي سوتها الخشمة ب 15 ثانية، فراح احطكم اياه شوفوه. You know just how to get my attention. A lot of bullshit from the past I can mention. Come fuck me, you know I don't like tension. You ain't really fuck with me way back then, but how about now? 'Cause I'm up right now. مرحبا بالكومنتات هل عجبكم المقطع او لا. وننتقل حاليا للقمر مارو ودخولها المستشفى. فنزل شويه ستوريات كانت من داخل طبيب الاسنان تسوي السن مالتها. على كل راح احطكم الستوريات مالت هذا اللي خلاها انه هي طبعا تدخل المستشفى، راح احطكم الستوريات تشوفوها. هلا حبايبي شلونكم؟ طبعا انا اليوم يم الدكتور مصطفى. شلونك دكتور؟ اليوم شو حتسوي دكتور؟ انا فحصت اسنانها وعندها حشوات بسيطه، حنسويها اليوم حشوه او حشوتين. فهسه خليكم يا باقي الستوريات حتى تشوفون شو حنسوي. طبعا كملنا، ما تعرف احكي عنه لانه هي حقي مخدر. دكتور سوينا؟ والله سوينا لها هسه حشوتين، خلصنا هي حشوتين. شكرا كل شيء هواي دكتور. طبعا شغله يجنن، حط لكم هنا حسابه وحساب المركز، فوتوا تضيفوهم شغلهم يجنن. مكانهم وين مكانكم؟ باليرموك باليرموك بشارة تقاطع لوجه. شكرا. اخر شيء نختم رارين بيوتي ووردها على نور ستارز بطريقه غير مباشره. فبعد ما نور ستارز نزل شويه ستوريات عشان تستهزئ بها بنارين بيوتي بطريقه غير مباشره، انه هو احساس يتري يسوي دراما ويا ايات بسبب انه هي قلدت الشعر مالتها، واللي تقصد ان تري يسوي درامتها فمثل ما سوت نارين بيوتي لما احساس هي قلدت بفكره الجيمنج. هذا اللي خلى نارين بيوتي انها تنزل هذا الستوري، كان كاتبه عليه مشاكل ضغوطات اكتئاب انا وقاعده تاكل اندومي، واللي تقصد انه كانه هي ما مهتمه لكل اللي قاعد يصير ولا المشاكل. فاكتبوا يا احباب بالكومنتات شو رايكم باللي سوته نارين بيوتي، هل تتوقعون تقصد نور ستارز او لا؟ بس والله احباب انه وصلت المقطع، اتمنى تفجرون هذا المقطع باللايكات وبس، كان يكون فايز زي المقطع من القصص. مع السلامه.